انا بس حبيت اقول لكم كده. اتفضل يا دكتور معانا. انا ليه كنتوا احنا اسره واحده، احنا اسره واحده، مصري، قطاع خاص، حكومه، كلنا واحد، ما حدش يقول انت وانا، احنا. وانا قلت الكلام ده كتير، واحنا وانا بطبيعتي انسان بحاول اكون صادق عشان ربنا هيحاسبني على كل كلمه. التحديات اللي موجوده في بلدنا انا اتكلمت فيها في الاول، مش عايز اتكلم فيها تاني عشان ما تبقاش تكرار ملوش لازمه. يعني يا جماعه البلد دي هتقوم بينا كلنا، بفهمنا كلنا، وبايدينا كلنا مع بعضنا، هنقدر نحل كتير من المسائل. ويمكن الكلام اللي قاله في بدايه الدكتور عاصم لما قال، والدكتور مصطفى لما قال ان احنا بنتكلم في 13 14 محور يا كامل على النيل، 14 محور ستك في الصعيد فقط، مش كده؟ تمام يا فندم. انا بقى عايز اقول بفكر نفسي وبفكر كامل من 3 4 سنين لما كنا بنتكلم على ان المسافه الجانبيه بين المحور والمحور 100 كيلو، وقلنا ان احنا مستهدفين 25 كيلو. كان ساعتها المهندس عرفات، مش كده؟ كان هو الوزير النقل ساعتها كامل. اي فندم. وقلنا لا ده احنا لازم نوصل على الاقل لكام؟ 25 كيلو بين كل محور. احنا النهارده نقدر نقول الحمد لله احنا وصلنا للرقم ده. ما وصلنالوش كده بالاماني. احنا وصلنا له بالعمل، وبان تتحط له الخطط وتتحط له الموارد. وبالمناسبه اتفضل يا كامل. ما فيش جينا النهارده نعمل على الطريق ده ويكون داخل على ارض زراعيه وقلنا الارض الزراعيه دي ايه؟ كده، مش كده؟ لا، الارض الزراعيه بيتم تعويضها بسعر عادل للناس عشان ما يبقاش الطريق ده، رغم ان هو منفعه عامه. ما قلتلوش حتى ساهم معايا في المنفعه العامه، ما قلتلوش كده، ومش هنقول له كده، بس بنقول له ان احنا يعني رغم ان احنا بيبقى قلبنا بياكلنا على ان احنا بنعمل طريق وبنضطر نخش في ارض زراعيه، بس ما عندناش خيار تاني. لو في خيار تاني بناخده. طب بندفع تعويضات للناس؟ ايوه. تعويضات عادله؟ ايوه. طب حتى لو احنا بنعمل الكلام ده في مناطق سكنيه، وطبعا الناس اللي هي بتسمعني دلوقتي عارفه اللي انا بقول عليه ده، لو كل احنا دخلنا في الدايري اكتر من 2100 عماره، 2100 عماره اتشالوا فيهم 10 ادوار، مش كده كامل ولا ايه يا فندم؟ ها تمام يا فندم. ستك خلصنا 1100، وال1000 شغالين دلوقتي عشان الطريق السطحي، دافعين فيهم ستك 7.5 مليار جنيه تعويضات للناس. قبل ما بيطلع من شقته بياخد ستك التعويض. انا بقول الكلام ده، اتفضل يا كامل. طب وحد تاني يقول لي انت ما تسيبها، ما تسيب الطريق كده، ما هو الدايري ده كفايه الحارات اللي فيه، انت بتزوده العدد ده كله ليه؟ لان حجم النمو المطلوب للحركه عايز العدد ده عشان انت تقدر تستريح، ولو في تنميه ولو في استثمارات ولو في ده تقدر تتحرك. بس ما جبناش على حساب الناس، ما قلناش نمشي الناس دي تمشي من مكانها واحنا لا، دول اهلنا. والكلام ده بينطبق. طب مستورد، ما نفس الكلام، كل لما جينا نوسع الطريق اللي موجود، ما هو يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه، ما احنا اللي حصل خلال السنين اللي فاتت كانت الناس سابقه الدوله، فلما سبقت الناس عملت اللي هي عايزاه، او مش اللي هي عايزاه يعني اللي اضطرتها الظروف انها تعمله. فلما جينا نصلح ما قلناش الناس تشيل ثمن الاصلاح، لا، قلنا الدولة هي اللي تشيل ثمن الإصلاح في كل المجالات اللي بتشتغل فيها. ده أمر احنا حريصين عليه، وأنا بقول الكلام ده رسالة، لأن احنا دلوقتي داخلين في خطة كبيرة جدا في توسعة قدرة الحركة في البنية الأساسية في الطرق، فبنضطر إن احنا نخش على يعني في القاهرة التاريخية زي ما بكلم مع الدكتور مصطفى، احنا بنتكلم في مش عشرات الآلاف من الشقق بقى، مش كده يا دكتور مصطفى؟ احنا بنتكلم في اخر عرض للدكتور مصطفى عليا بيتكلم في 210,000 وحده بكام؟ 100 مليار جنيه. ده لو احنا قلنا للوحده ب 500,000 جنيه. 200
1000 وحدة و10 فين؟ في القاهرة، عشان احنا نسيب اهلنا في الحالة اللي موجودة فيها القاهرة بالشكل التجمع العمراني ده؟ لا. طب ده اقتصادي يا دكتور مصطفى؟ والله ما اقتصادي. هنربح منه؟ هنربح منه حاجة واحدة اقول لكم، هو رضا ربنا ورضاكم. رضا ربنا وايه؟ ورضاكم يا ناس.